ابو فاضل مدن الله الله يا كفيل معون يا كفيل معون جيتك بدمعات عيني يا كفيل معون يا كفيل جيت صيحا يا ابو فاضل ويا لي صيحون يا كفيل خادم لكم سجل اسمي ويا لي لطمون خادم لكم سجل اسمي ويا يا كفيل معون يا كفيل الله جيتك بدمعات عيني يا كفيل معون يا كفيل معون جيت صيحا يا ابو فاضل ويا لي صيحون يا كفيل معون خادم لكم سجل اسمي ويا لي لطمون خادم لكم سجل اسمي وي الله الله بيدك أبدي شمعة ضاء البسملة حزمنا العاشورك وحنا بأولة فيك أبدي يا شمعة ضاء البسملة حزمنا العاشورك وحنا بأولة مولا يخذ الروح وخلها بكربلة مولا يخذ الروح الله 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 فيك أبدي يا شمعة ضاء البسملة حزمنا العاشورك وحنا بأولة مولا يخذ الروح وخلها بكربلة خلها بإيدك اثنينهن يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا أبو فاضل مدى ساعدني بعد مرة بعد يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا أبو فاضل مدد يا أبو فاضل يا أبو فاضل الله الله يا عزيز الروح قلها يا عزيز الروح أنت بس أنت الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. نخف الآن جميعا ونقرأ جميعا سورة الفاتحة إلى أرواح شهداء العراق جميعا مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. أيها المعزون الأكارم سماحة ممثل السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله ومدير مكتب السيد الشهيد في محافظة بغداد والمناطق الشمالية المحترم المشايخ الأفاضل أصحاب السماحة الحضور الأكارم جميعا مع حفظ المقامات والألقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها المعزون إذ نلتقي اليوم لنحيي ذكرى عزيزة وأليمة في نفس الوقت عزيزة وكريمة من باب أن الحسين سلام الله عليه يوم نوى القدوم إلى كربلاء المقدسة كان يعلم بالنهايات التي سوف تمر عليه وكان يعلم بما سوف يجري له ولعلها ذكرى أليمة وعصيبة ألا وهي ذكرى استشهاد صدق النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم
على اعتبارها جريمة من أكبر الجرائم التي حصلت وكانت لتكون جريمة ذلك العصر ولتمتد إلى يومنا هذا. أيها المعزون الأكارم، نحن نلتقي اليوم وكأن لسان حالنا خاطباً الإمام الحسين سلام الله عليه لنعلن نصرنا ونصرتنا إليه ونصرنا به وعزنا وفخرنا وكل ما لدينا هو منه وإليه. وكأن لسان حالنا يقول: أتاك القلب يغمره النقاء ويعشق فيك صدقك والوفاء، فيا كل الحروف أتتك تترى، معان ضاق في غدها فضاء، لأن الخالدين أتوك زحفا، فيا عصر الخلود ويا سماء تحملت الصعاب وأنت تدري بأن المجد فعل وانتماء، فلم تذعن وأنت كبير قوم، ولم ترضخ وأنت هوى وماء، عقدنا العزم في ذكراك بذلا ونعيد نصابها مهما يشاء، فديتك قم لترمق أي جيل بنيت فبورك ذا البناء. مرة أخرى أرحب بكم أيما ترحيب أيها المعزون الأحبة الأفاضل. وقبل أن أدعو أي شخص إلى هذه المنصة، لأن الحسين العراق والعراق عراق الحسين، إكراماً وإجلالاً للدماء الزاكيات التي طهرت أرض العراق، لا سيما إلى الشهيدين الصدرين والنجلين الطاهرين وشهداء العراق كافة، نقف جميعاً لقراءة السورة المباركة الفاتحة رحماً على أرواحهم الطاهرة. شكراً لكم. هنالك عدة فعاليات في مهرجاننا هذا، مهرجان شعري وعرض مسرحي واستعراض لأحبة الحسين المواكب الحسينية وأمصاره. سنبتدئ بها شعرا: صلف عيون أوليها سعد لين، صلاة فتحين أوليها سعد لين، ونشتم الهون تسمى أحياء، لو يوقع بدينا كان ميتين ولكن قدر الله وفعل ما شاء. هذا أول محرم وانت مو يمي، وأول مرة أحس في مختنق دمي، أريد الصفر منك يا أبو عبد الله، بجاه خالقك ما ينحمل همي، قبل تركض جدام الخدمة الزوار وهزم الزيارة تخوني جدمي. الناس في يوم عاشر يا حسين تصيح وانا ببابك وقفت وصحيت وعين أمي. من آلمه فراق والدته إلى شاعر سيحل علينا ضيفا من المدينة الأكثر عمقا في التاريخ، ويصل امتدادها وعمقها التاريخي إلى آلاف السنين، المجنون شعراً الأخ الصديق حسام الحمزاوي. استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. السادة الحضور جميعاً، في هذه الأيام بعيداً عن المقامات الكل خدام الحسين عليه السلام
لنا الشرف في هذه الخدمة. سأل الله تعالى أن يتقبل من القائمين والحاضرين والمشاركين جميعاً وبركة الصلاة على محمد وآل محمد. بداية إلى نهج أمير المؤمنين علي. علي ما عدنا غيرك باسمك متشلبين، فطرا من المهد عالصور حبيناك. علي ما عدنا غيرك باسمك متشلبين، فطرة من المهد عالصور حبيناك. علي ما عدنا فوقك بالحساب يصير، بس الله ومحمد والخلق جواك. في تلك الليلة، ليلة التاسع من محرم والعاشر من محرم، هي رسالة من الحسين إلى أصحاب الحسين وإلى خدام الحسين. في تلك الليلة الأليمة، من رواية اتخذوا الليلة جملة، رادوا راسي هذا الليل دربين، لو مذبوح لو ذباح الحسين. رادوا راسي هذا الليل دربين، لو مذبوح لو ذباح الحسين. حدد موقفك لو ملك مشيول، لو شاير رمح ويا الشياطين وركبوا الليل. رادوا راسي هذا الليل دربين، لو مذبوح لو ذباح الحسين. حدد موقفك لو ملك مشيول، لو شاير رمح ويا الشياطين وركبوا الليل. ماك الصبح حاجوز اللي يظل برقبة تلوح السكاكين، هي الموتة وحدة بسيف بفراش، بس العرمح يلقون عدلين. انا اللي يقتلني اريد المثل ما ينكتل بالسيف، بس يموت من العنده وجهين. انا اللي يقتلني بس الواقف يشوف عدل يبقى ويباوع النساوين. انا اللي يقتلني بس الواقف يشوف برقبة زينب الضلع عند رجلين. في هذه الليالي في طريق السبي، السيدة زينب لم تنم لعدة أيام يتابعها ذلك الجندي، فيقول لها اش عجب ما نايمة، نام أولاد حسين. ما تعبانة خلصت الدرب والد، اش عجب ما نايمة، نام أولاد حسين. ما تعبانة خلصت الدرب والد، خلصت الدرب مجتوفة وتلميني من الدخان، واحد ما عرف واحد. قالت له الوجع وقت العتب ينشف، وانا عندي وجع مثل الصلاة صاعد، مو شانت تنام بدم قلب بارد وتباوع راس اخوها على الرمح قاعد. مثل بوق الذهب من عين بوقت النوم، خليتونا شك ببليسكم بارد، خليتوني ما ارمش بقد ما اشوف غراض حسين كل ابناك تنقاد. اوش خليتوا انتم عين تاخذ نوم، خليت طفل ينشاف ما شارد، خليت فرس ما دابش على حسين، خليت نحر من السهم لابد. اوش خليت غير الروس والنسوان، شنام وعيني بيها مقطع القرآن، شنام وعيني بيها مقطع العباس، او مثل جفوفة طشرتوهن النسوان. شنام وما سلم من حرملة الكاروك، خليت امه دمت لولي بالذرعان. الشنو من بعيد وانتم بلا مرسال، وصلت الخبر للشام بالدخان. شلون تريد اغمض وانا من الباب جبتها بلا يدم مضلوع مسحوقة؟ شنو من يشوف ثنيتك للليل من المستحى نومتها بالبوق؟ اذكركم بموقف كسر قلب ابليس حتى تقول حجها النوم مضوقة. ليل وطفلة ما نامت، باقت روحها وقامت على درب العطر راحت، وانتم طفلة شفتوها بشواربكم لحقتوها على المؤثر لقيتوها. ليل وطفلة ما نامت، باقت روحها وقامت على درب العطر راحت، وانتم طفلة شفتوها بشواربكم
لحقتوها على موذر لقيتوها قامت تلخى والدها تدور ظهر ما عدها رادت تشيل بدها ولا ودرة اكبقتها وجئت بقلب مو لين وشاف الصوت مو هين كل ما تلبد تبين جتفتوها وجبتوها بحبل وقلوبكم حيطان وضحكون جي وصلتني مخنوقة أنا بقلب حكي ضلع خذ استنوه بس الثلج ما يسمع المحروقة وعن لسان كل خادم للحسين وكل المؤسسين لهذه المجالس الحسينية الحمد لله أن خلقت بطينة حسين أو حالات الخدمة صارت من صفاتي عمر بكبر عبد الله وتحفيت من الكاروك للموكب حياتي عرفت حسين بول غصة بالماي وعرفت الماي مو من مستحاتي عرفت الماي مو من مشتهاتي عرفت الماي كرهت الماي من ما جاب عباس لحد ما نشف عبد الله بلهاتي طفل بس باللطم تلقاني شادود كثر ما حارق الخيمة منياتي علمني الحسين انطر محراس ولا من قصدي توقع مستحاتي علمني الحسين اختار الاصحاب قلوا بيهم انشرفت غلاتي بلا من ناصر بالعوز اذا صيح يبيعون الرقاب والمشتراتي ويجي واحد يقول لي حسين شنطك ما يدري الشرف دارس عباتي لو ما مفتهم قوة العباس شاب الشارع انطرت خواتي او لو ما زينة بالشاقف على حجاب بدون حجاب شاطل عن بناتي اش ينطي بعد الله لعند الحسين ابسط شي ضوى يصير بمماتي كثر ما عيني تحلم شوف حسين ملك الموت ابو سيد ابو وفاتي هذا واستغفر الله لي ولكم جميعا وركب الصلاة على محمد وآل محمد. انت بس انت الاقل لك يا عزيز الروح حزام للخدمة أريدا وابكي للمذبوح حزام للخدمة أريدا وابكي بعد وياي يا عزيز الروح يا عزيز الروح انت بس انت العقل لك يا عزيز الروح يا كفيل الدمعة والحب للي يريد ينوح حزام للخدمة أريدا وابكي للمذبوح وابكي لل الله ما أمد إيدي لغيرك بس بيك اقتنع من رب أدعي بجاهك يرزقني الدمع ودعوة ما بي اسمك ما ظن تنسمع دعوة ما بي اسمك الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يحيي موكب حجج الله المبارك في هذه الأيام أيام محرم الحرام في 13 من محرم الحرام يوم دفن الأجساد الطاهرة مهرجانه السنوي باستعراض المواكب الحسينية وبهذه المناسبة الأليمة لا يسعنا لأن نعزي مولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر ونسأل الله أن يجعلنا مستمرين بهذه الخدمة الحسينية لطاعة سيدي ومولاي الإمام صاحب العصر والزمان وكذلك نعزي مراجعنا العظام والعالم الإسلامي بهذه الذكرى الأليمة ذكرى 13 من محرم الحرام دفن الأجساد الطاهرة. نعزي الأمة الإسلامية وسيدي ومولاي قام آل محمد بهذه الذكرى الأليمة ذكرى دفن الأجساد الطاهرة. موكبنا كل سنة يقيم موكب أحباب الزهراء تطور موكب أحباب الزهراء من كان موكب بسيط جداً من كعك وشاي الى ما تشوفونه حضراتكم اتطور من اشياء بسيطه ببركات الامام الحسين. الموكب دائما يتطور من خلال النيه الصادقه من خلال الاصدقاء الموجودين اللي يلمون بيناتهم ويساعدون بيناتهم ونقيم هذا الموكب المتواضع. كل ما يقدم في سبيل ابو عبد الله الحسين هو جدا بسيط. كل ما نعطي لابو عبد الله الحسين هو جدا بسيط. وإن شاء الله في كل سنة وفي كل عام تتجدد هذه
الروح الطيبة بخدمة أبو عبد الله الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل. قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعس ومكردس لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس. نصروا الحسين ونصروا الحسين، فيا لهم من فتية باعوا الحياة وألبسوا من سندس. نعزيكم مرة أخرى باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، واليوم 13 من محرم دفن الرؤوس، وعظم الله لكم الأجر وبارك الله بكم على هذه التغطية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقيم أهالي مدينة الإمام الرضا الأمين سابقا الاستعراض السنوي بذكرى شهادة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه الغر الميامين، وهذا كل سنة وكل عام احنا نقيم هذه الشعائر وبمبالغ شخصية ومن الأهالي ومن الشخصية، ونحن كل عام نقيم هذه الشعائر منذ سقوط النظام البائد والحداثة، وإن شاء الله سائرين على منهج وإصلاح الإمام الحسين. نعزي الإمام المهدي عجل اللهم فرجه ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد الإمام الحسين وذكرى دفن الأجساد، ونقدم الشكر الجزيل لموكب حجج الله لإقامة هذه المراسيم، مراسيم مواكب شارع المواكب، ونتمنى من الله حفظ العراق وأهله، نتمنى الخير للجميع. اللهم تقبل منا هذا العزاء بحق الحسين عليه السلام. شكر موصول لإخواننا في موكب حجج الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. نعظم عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله، إن شاء الله القبول، نسأل الله القبول إن شاء الله. نعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه ومن مات معه. نشكر أهالي المنطقة، نشكر أهالي المواكب جميعا، نشكر جميع من شارك في هذا الإحياء ذكرى عاشوراء وذكرى اليوم 13 محرم دفن الأجساد. شكرا لكل من شارك في هذه المواكب. الحمد لله والشكر، احنا ان شاء الله كل سنة وكل عام على هذا المنوال، وان شاء الله الاعداد تزيد يوم عن يوم وتزيد والمواكب تزيد. احنا كنا موكب واحد احنا والاخوان جماعة باب الحارة، وصرنا موكب لان المكان ما يكفي، فصرنا اثنين، اجهزتنا كثرت كباب وقاص، والحمد لله والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي صاحب العصر والزمان سيدي ومولاي الامام المهدي المنتظر بهذا المصاب الجلل جده الامام الحسين، ونقول السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اولاد الحسين، ونقول لا يومك يومك يا ابو عبد الله، وعظم الله اجرك سيدي ومولاي الامام المهدي. ان شاء الله هذا الموكب ينعاد كل سنه وكل عام علينا بخير وبركه من بركات ابي عبد الله الحسين سيدي ومولاي، ببركه هاي الشباب، وان شاء الله يسدد خطاهم ويكونون مسجله عند سيدتي مولاتي فاطمه الزهراء. الله ما امد ايدي لغيرك بس بك اقتنع، من رب ادعب جاحك يرزقني الدمع، ودعوة ما بي اسمك ما ظن تنسمع، دعوة ما بي اسمك. الله 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 ما امد ايدي لغيرك بس بك اقتنع، من رب ادعب جاحك يرزقني الدمع، ودعوة ما بي اسمك ما ظن تنسمع. اثنين ديك ويا يا ابو فاضل يا ابو فاضل فاضل مدعد، يا ابو فاضل يا ابو فاضل فدوى اللي ديك يشوفك ابو فاضل. مجلس الزهرة اجيتك يا كفيل انخاك، يا كفيل انخاك، هذا عاشور الغريب ورايد ابكي وياك يا موسى، انها ارض كربلاء
يقتل الحسين وهنا يسفك دمه، فسال دمك موافقة لدم الحسين. يا رب، ومن يكون الحسين؟ يا موسى، هو الذي مر ذكره عليك بجانب الطور، وسط محمد المصطفى وابن علي المرتضى. يا إلهي، لقد نظرت ليلة الخطاب أن كل شجرة في الطور وكل حجر ونبات، ولم أر شيئا أنت خلقته إلا هو ناطق بذكر محمد وأوصيائه الاثنى عشر، فمن هم وما منزلتهم عندك؟ يا موسى بن عمران، إني خلقتهم قبل أن أخلق الأنوار في خزانة قدسي، يرتعون في مشيئتي ويتنسمون من روح جبروتي ويشاهدون أقطار ملكوتي، حتى إذا شئت بمشيئتي أنفذت قضائي وقدري. يا ابن عمران، إني سبقت السباق حتى تزينت بهم جناني. يا موسى، تمسك بذكرهم فإنهم خزنة علمي وعيبة حكمتي ومعدن نوري، حق ذلك. حق علي ذلك يا رب. ومن يكون قاتل الحسين وهو ابن بنت نبيك؟ هو العين السمك في البحار والوحوش في القفار والطير في الهواء، تقتله أمة جدي الباغية الطاغية في أرض كربلاء، وتنفر فرسه وتحمحم وتصهل وتقول في صهيلها: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فيبقى ملقا على الرمال من غير غسل ولا كفن. إلهي، هكذا يصنع به ابن بنت نبيك؟ نعم يا موسى، ويناب رحله وتسمى نساؤه في البلدان، ويقتل ناصره وتشهر رؤوسه مع رأسه على أطراف الرماح. يا موسى، صغيرهم يميته العطش، وكبيرهم جلده ينكمش، يستغيثون ولا ناصر، ويستجيرون ولا خافر. صغيرهم، حتى صغيرهم يا رب العالمين،
صغير للحسين يذبح بسهام هذه الأمة الباغية، فترتقي دماؤه إلى السماء فلا تنزل إلى الأرض. يا رب، وما ذنب هذا الصغير يذبح بسهامهم؟ اعلم يا موسى أن هذا الصغير هو أشبه الناس بجده، ومهد الذي يناه فيه هو مهد جده محمد بن عبد الله، فوعزتي لو قطر شيء من دمه الأرض سيحل العذاب بأهلها. وما لقاتل الحسين من العذاب؟ يا موسى، عذاب يستغيث منه أهل النار بالنار، لا تنالهم رحمتي ولا شفاعة جدي محمد، ولو لم تكن له كرامة لخسفت الأرض بهم. برئت إليك اللهم من قاتل الحسين